وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور نجيب بودن أستاذ القانون الدولي. يعني دكتور، بعد التحية، كيف ترى آخر معدل للتضخم سجلته منطقة، عفوا دكتور مجيد بودن، يعني كيف ترى دكتور مجيد التضخم الذي سجلته منطقة اليورو في يوليو، وكذلك التوقعات بشأن الوتيرة خلال الفترة القادمة؟ يعني هو صحيح أن هذا التضخم هو تضخم في مستوى عالي وغير مشهود به قبل، ولكن نعرف أساس ومسابه، ولكن قوة الاقتصاد الأمريكي وقوة الاقتصاد الأوروبي تسمح بأن يبقى المتعاملين الاقتصاديين والناس بشكل عام في تفاؤل نسبي، ولكن بتفاؤل في فترة يعني فترة متوسطة. صحيح أن نسبة التضخم طلعت إلى 8.6% وفي أمريكا إلى 9.1%، وهذا رقم كبير جدا، وخاصة هو يضر ضعفاء الحال، لأن التضخم لا يمس المواطنين بشكل متساوي، لأن يمس المواطنين الذين لهم حاجة كبيرة في المواد الغذائية وللطاقة. الذين ليس لهم هذه المشكلة والتي يصرفون أموالهم في أشياء أخرى لا تمسهم هذا التضخم بشكل مباشر. ولكن هؤلاء الناس الآن تعمل وتعمل أمريكا بشكل منسق بأن يخفضوا من هذه النسبة، ويتمكنون من ذلك، وبدأت أسعار النفط وأسعار التدفقات تنزل الآن، وبالتالي نسبة التضخم بدأت تنزل، وهي لن تتحول إلى تضخم هيكلي، ستكون تضخم مؤقت إلى فترة ما. هي صعيبة وهي صعبة، ولكن ما تعمل على تسديد يعني نفقات او جزء من النفقات بمساعدات مباشره محدده لهذه الفئه من الناس. طيب ستعدي حالها. طيب دكتور مجيد، يعني الرئيس الامريكي طرح مشروع قانون جديد للتضخم، يعني قراءتك لهذا القانون، والى اي مدى من الممكن ان يساهم في الحد من تداعيات الازمه الاقتصاديه، يعني خاصه تحديدا مع توقع المركز الامريكي بان ترتفع اسعار الفائده مره اخرى؟ ارتفاع اسعار الفائده مره اخرى هو شيء متوقع ويجب ان يكون في هذه المرحله، لان لما تزيد اسعار الفائده يقع التخفيض في قيمه الاموال المتداوله، وبالتالي فان المال يصير له قيمه اكبر. نعم. وتنخفض نسبه التضخم. نعم. هذا شيء بالنسبه لضعفاء الحال كذلك يؤثر على الاقتصاد، ولكن في نفس الوقت هذه العملية الآن في هذا القانون الجديد الذي يعرضه الرئيس الأمريكي هو كذلك يريد أن يحل عدة مشاكل في نفس الوقت، يريد أن يحل مشكلة التضخم، يريد أن يحل مشكلة التنافس بين أمريكا والصين، ويريد أن يحل مشكلة المنافسة من الشركات الأمريكية للشركات الصينية، ويريد بذلك استرجاع جزء كبير من الصناعات التي حولت إلى الصين، والآن سيقع استرجاعها على الأراضي الأمريكية، وكذلك أوروبا تفعل بنفس الشيء، وهذا سيقوم بتعديل في التجارة العالمية، والذي بدوره سيجعل الخزانة الأمريكية والخزانات الأوروبية تجني ثمارا أكبر وتقوى عملتها، وتنخفض ينخفض التضخم، وهذا لمصلحة المواطن العادي. طب دكتور مجيد، يعني استغل تواجد حضرتك معنا، تأثير كل هذا على الدول بشكل عام على مستوى العالم، يعني يجب على هو تأثير سلبي. نعم. الحال والدول لم ترد ذلك، هي وقعت تحت هذا الأمر الواقع،
الذي فرضته الحرب الروسية على أوكرانيا. ولكن يجب التعامل مع هذه المسألة السلبية، ويجب على الآن على أن يقع سلب سياسات اقتصادية جديدة وبطريقة مغايرة، أي أنه يجب التكثيف من التصنيع، التكثيف من تشغيل اليد العاملة، التكثيف من دخل أموال على الأشخاص عن طريق العمل، عن طريق الشغل، وبالتالي ستقوى تلك الاقتصاديات، خاصة الاقتصاديات مثلا اقتصاديات الشرق الأوسط ومثلا الاقتصاد المصري، الذي يمكن له الخروج من تلك الأزمة بشكل مهم لصالح المواطن العادي بإعادة التصنيع والتكثيف في ذلك، والتكثيف الخدمات وفي ترقية الجودة، وستكون له مداخيل أكبر التي ستوزع عبر المربيع على الناس بشكل عام. نعم، دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.